ولكن هذه الظروف اللي تتكلم عليها انت، يعني ظروف مزريه والواقع المعاش، انها يعني هذا النظام غير قادر، حتى يكون يحب ليس قادرا لان الامكانيات ما عندوش. الاخبار المسربه تقول ان قانون المالي لسنه 2021 هو موس لذبح الزواليه. اذا زدنا لها يعني هذه الظروف وزدنا لها القانون الماليه، يعني كيف تتصور؟ وهل يعني عندك بعض المواد يعني المسربه ام ما وصلتكش؟ هو فيما يتعلق، هما طبعت الحال، هما في البدايه هذا القانون الماليه لسنه 2021 سكتوا عليه واخروه لانهم عارفين ان فيه مشاكل كثيره، لكن في لحظه معينه بداوا يناقشوا فيه فيما يسمى بالمجلس الشعبي الوطني، ومن ثم تسرب الى بعض الصحافه التي نشرت كثير من الامور اللي تخصه. يعني من مميزاته ان فيه الميزانيه فيها نقص فادح ما بين المداخيل وما بين ما يخرج، يعني ما بين النفقات وما بين المصروفات. نعم. الميزان التجاري يعني فيه خلل. لا، مش فقط الميزان التجاري، كاين الميزان التجاري اللي فيه انهيار، يعني فيه نقص هائل، لانه نتيجه للدخل نتاع، لان الدخل الرئيسي نتاعنا كما قلنا ياتي من البترول والغاز محروقة. 97%. فالدخل حتى شويه هذيك 3% اللي كانت عباره عن خمور وتمور، في الغالب هذا العام كان فيه صعوبه ايضا في تصديرها يعني. اذا الميزان التجاري منهار، والميزانيه ككل ايضا منهاره. في فرق ما بين الميزان التجاري، الميزان التجاري هو ما تشتري، ما تشتري وما تبيع للخارج. اما الميزانيه فهي كل ما تحصله من ما مما تبيعه للخارج، وايضا من الضرائب، خاصه من الضرائب لا فيسكاليتي كما تسمى، اللي تدخل لخزينه الدوله باش تقوم بها او باش تديرها مصروفات اعتبارا على نفقات، وهذه النفقات هي نفقات التسيير ونفقات ليكيبمون، التجهيز. يعني كاين الفونكسيونمون وكاين ليكيبمون وكاين لانفستيسمون، يعني في الغالب في اي ميزانيه فيها هذا ثلاث فروع. فرع يروح للنفقات الفونكسيونمون اللي هي في الغالب هي اجور، وهي ادوات مكتبيه لتصرف على الولايات والبلديات والشرطه والدرك الى اخره. كاين ليكيبمون اللي هي تصرف على الادوات وعلى تجهيز السيارات وعلى، وكاين المفروض الاستثمار الجزء الثالث اللي هو الانفستيسمون، لتقوم باستثمارات جديده حتى تخلق اماكن شغل خاصه يعني. ما كاش الاستثمار في هذه، ولكن هما في كل، هما في كل يعني القوانين هم، وكل ما يعني يكون عندهم مشكله زياده الاسعار رفع الدعم، هذه هي السهله عندهم، وطبع الاموال كما عمل ويحيى. نعم، للاسف كما قلت، اذا هذه الميزانيه اللي في الغالب هي تسيير وتجهيز واستثمار. الاستثمار ما فيهاش اولا، مما يعني انه قضيه البطاله ستكبر اكثر، لان كل عام يدخلوا 300 الى 400 الف في المعدل كطالبي عمل جدد، مش راحين يلقوا الشغل، اضافه الى الملايين اللي راهم ينتظروا في الشغل. كاين اللي عنده سنه سنتين خمس سنين 10 سنين ما اشتغلش، او يشتغل في حاجات ما عندها حتى قيمه يعني. هذا واحد. اذا الاستثمار ما كانش، يبقى التسيير والتجهيز. التسيير والتجهيز الميزانيه المصروفات تتجاوز المداخيل بحوالي 2800 مليار دينار، او ما يسمى بالسنتيم 280 الف مليار سنتيم. 280 الف مليار سنتيم عجز في الميزانيه، ميزانيه الدوله، الميزانيه العامه. وهناك عجز اخر في الميزان التجاري، فداخلين بهذا العجز. هما كاش راهم داروا من بين الاشياء؟ بداوا يناقشوا، لكن لما شافوا الناس راحين يفضحوهم في قضايا، خاصة في قضايا رفع الدعم على بعض المواد وارتفاع الأسعار لبعض المواد الأخرى، قالوا لهم خلوه فيما بعد، حتى بعد بعد نوفمبر. ما همش حابين الناس يشوفوا الحقيقة قبل أول نوفمبر، لأن هذا راح يزعجهم في موضوع تمرير ما يسمى بالدستور. لكن أنا نلخصها لك، أن ستكون هناك ارتفاع في أسعار كل المواد المدعومة، سترتفع أسعارها إلى حد ما، الزيت، السكر، القهوة،
العجائن كلها ستسميد، الغاز والكهرباء والماء كلها سترتفع أسعارها، والارتفاع نتيجة لسببين، إما لأنهم يجوا يرفعوا الأسعار مباشرة، أو أنهم يخفضوا الدينار. العام هذا 2020 راهو مازال ما خلصش من النهار اللي جات البوم إلى حد اليوم، اللي حصلنا فقط من أول جانفي إلى حد اليوم أكثر من 10% من تخفيض الدينار مقابل الدولار ومقابل الأورو. بمعنى أي شيء كان يستورد، اللي كانت تستورد وتساوي 10,000 فرانك راح تولي على الأقل تساوي 11,000 على الأقل، لأن الدينار نقص ب 10%. إذا تخفيض الدينار مما يعني أن العملة اللي في جيبك تنقص قيمتها، القدرة الشرائية تاعك تنقص، ومن جهة أخرى رفع الأسعار نتيجة لرفع الدعم، لأنه أصلا هذا الدعم فيه أخطاء كثيرة يعني بالمناسبة يعني. وكاين قد يدخل علينا سبب ثالث هو التضخم نتيجة لطبع الأوراق. كلما يطبعوا الأوراق، ويحيى كان طبع يومها 60 مليار دولار، ما يعادل 60 مليار دولار بالسنتيم بالدينار، كل ما يطبعوا أوراق جديدة كل ما تنخفض القدرة الشرائية أيضا للمواطن.